الاسانسات الخام البرفرات الاوروبيه، واهم حاجه هنا احنا متخصصين بيها بمدينه دهب اللي هي الزيوت الطبيه او الزيوت العلاجيه او ما يسمى بالطب البديل او الطب التكميلي. كل حاجه هنا طبيعيه ملهاش اي اضرار جانبيه ملهاش صلاحيه. في شهاده الايزو العالميه هنا ممكن نطلع عليها على النت، هنلاقي اكتر من 22 مليون كومنت. في الانترناشونال اكاديمي الاكاديميه الدوليه لعلوم الاعشاب والزيوت الطبيه، كل حاجه بالمواصفات العالميه. اول حاجه هنبدا بيها اللي هي ايه؟ زهره اللوتس. عارفين زهره اللوتس؟ زهره اللوتس دي رمز الحب عند خطباء المصريين، واحنا اخذنا الفكره منهم. عندنا المزارع بنزرع فيها جميع انواع الزهور، بنجمعها بنعصرها في بلاد خشبيه. بناخد العصاره منها بنحطها في فازات من السيراميك، بنقفلها كويس، بنقفلها بباطن الارض لمده 3 شهور لحد ما يحصل لها عمليه التحليل. في دول الخليج زي السعوديه، القزاز، الفتيلي، عصبة الجرشي، محمود سعيد، والشاي بالكويت، والبحرين الاكبر علي والازهر علي والكنيدي، بياخدوا الاسانسات بيخلطوها مع حاجتين. زيت البارافين مع زيت الجليسرين. بتشوفوا الخليج ريحه قويه وفجه، لكن حطيناها على الملابس هتسيب بوا عشان فيها ماده زيتيه. نشتري اي برفانات من السوق الحره هنلاقي مكتوب على البوكس من بره 40% واختصار في او ال. The volume of the scented water in it. و 40% كي ال زد الكحول وكيميكال، و 20 اي اللي هو الاسانسات الموجوده عندنا. بنستخدمها ازاي؟ مكان النبض 1 2 3 4 5 6 7 كل النبض ما بيشتغل، كل الريحه مفتوحه. نضف كوبايه ميه تصبح زي الاودي كولون والافتر شيف رجال. 5 نقط في البانيو بناخد بيها حمام العطر بتاعنا، 3 نقط في الفواحه بتخلي ريحه البيت كويسه. ودلوقتي هنحط نقطه على رجلينا وندعكها ونشمها بعد اذنكم. وظهرة اللوتس دي توني 6 رجالي وحريمي. يلا يا شباب. يلا حطها على ورقه عشان لا على ايدينا عشان دي حاجات طبيعيه تشتغل مع مسام الجلد نفسه. بوزيتيف ادعك كويس كده ولا لا؟ لا كويس كويس. نعم يا عم. ده كركديه. بارد بارد الكركديه، وفي شاي بنعناع، في شاي السبيشال بتاع نانسي 10. نانسي 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 لا لا اساس في كافورة بس حد بقى الكافورة. شو بدي تحاتك؟ لحظة مصاريني تحكي اسرع مني يا زلمة، حطيت لي بحثة شيء تمام. صباح شاي مصري. شاي مصري كان شاي بدوي جاي. طيب حضراتكم دلوقتي زهرة اللوتس ديت لما بندعكها على ايدينا بنحس ان هي فيها ملمس زيتي، صح؟ بس ده مش زيت، في حاجه اسمها فيكسد اويل وفي حاجه اسمها اسينشال اويل. ايه الفرق بين الاسينشال اويل والفيكسد اويل؟ الاسينشال اويل ده الخام الطبيعي من الزهره اللي هو بيور اسانس، والفيكسد اويل اللي هو زيت مخلط مع زيت البارافين. عارفين زيت البارافين بتجيبه من الصيدليه اللتر عامل حوالي 3 دولار. رحنا شرم لا 3 دولار لتر اللي هو البارافين اللي هو المضروب.